السلام عليكم، شو اخباركم؟ من قناتكم الكتير. اليوم ان شاء الله زي ما انتم شايفين راح نلعب لايت بايك 2. طبعا انا لعبته قبل ما اصور هذا الفيديو، ف خلونا نفلش في طبعا زي ما انتم شايفين راح نلعب ستيج 2 ديث ماتش. طبعا عندي تربو بوست روكت جامب وعندي ارتيال. طبعا لعبة امبارح نزلتها، ترى لا تفكروني كذاب، والله امبارح نزلتها. انا راح اكملها، شفتوا قلت راح اموت، بس انا عندي استراتيجية. ارتيال هاي ما استخدمها، هاي بستخدمها بس لما اكون قلب واحد اي ويل داي. لا تتعجب، وانا كمان كنت راح اعجب. يا جفل امي، المشكلة عندي شيء اسمه عقل مشان احسب. جامب وصلتني لاخر فريق حياة. ترى يا جماعة انا ترى مو معتاد على البوست، لما انا مين هذا الاخضر اللي سواها جامب ومات، مات هو اصلا مو عارف. يلا بسم الله خلينا نكمل. ان شاء الله بكرة راح يكون فيديو، بس بكرة راح اشتري قدامكم حركة، راح تكون طبعا الحركة الرابعة، هاي حلوة كثير. يعني كيف احكي لكم، طبعا راح افضل مفاجأة لبكرة. لا الحركات دايم ولا متت ولا حتى مرة، دايم بعد اليوم ما بعرف كم جيم راح نلعب، بس لما اتعب بوقف. والان فزت اول ما وصلت الارض، واو، مسمي حالي اوميجا 2 جيمنج الحمد لله. طبعا خير مع السلامة، هاي اول جيم. يلا 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 اول جيم الاول، قعد 3 دقايق 28 دقيقة ثانية. بلاير 1 هالمرة حلب ستيج 4، هاي ستيج 4 بس مشان كذا راح العبها كوك ماتش، لان كوك ماتش ما لهم عن جد صعب، اصعب من هذا الماتش. لو بتموت خلاص بتروح فصيتك، بتفوز مرة واحدة خلاص بتنحس كل الجيم، فمشان هيك راح العبه. تمشي شوية بعدها بتلف هيك، مش على طول اول ما كني متت تضاع كل فرصتي. اسف ما كنت منتبه، فاسف بس راح نلعب جيم ثاني، بس هاي المرة يعني اي ستيج لازم احكي ستيج نمبر 1 حلو، بعدين راح نلعب سايبر رول، ونخصم نلعب سايبر رول. طبعا انا متعود على كل المابات اني العب ديث ماتش، غير هيك لا، خاصة ستيج 2 والسايبر رود. فخلينا نبلش بكام.
تركيز قدام ولا موتت ولا مرة سميت حالي يوم قلت وقام. لو بدك تسمي حالك أي اسم بدك إياه اللي ما بعرف يعني يفتح النيتور ويسمي لحاله. طبعا تستنى شوية وبعديها بطلع لك الاسم بلاير 1 2 3 4. لا 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 اوكي بطلع لك بس ايش بطلع لك لازم في مربع تحته مكتوب اي اجري. اوكي تحته مكتوب اي اجري تكبس عليه وبعدين بتكتب اول شي بتكتب اسمك بعدين بتكتب بعدين بتكبس على اي اجري طبعا تكتب صمت وخلاص يصير عندك اسم. انا سميت حالي اوميجا توريامي او ماي جاد حتى وانا مو قاعدة يعني طال وجهي مكان ثاني وفوزت ولا موتت ولا مرة. طبعا لسه بعد ما راح يخلص الفيديو هاي بجوز تكون اخر جيم او اخر جيمين والله انداري. سمعتوا بوم بيم ايوه. طبعا لو بتكون ويلز عندي هذا وهذا وهذا طبعا هذا بديشية لان لازم افوز بعشر ثواني بديشية هذا احلى منه هذا احلى واحد. الابيليتيز انا جنبالي يعني اجيب واحدة حلو ان شاء الله بكرة اجيبها وبكرة نلعب فيها عادي. والاورا طبعا ما بقدر اجيبها لمدين مصاري ومهمات فاهمين فيلا ان شاء الله. حس نلعب سايبر رود قبل شوي لعبناها ليمبو عشان وعدكم ليمبو وديث ماتش هاي مهارات الديث ماتش يلا انا هاي بدايتي اول ما العب الليمبو بسمع طيب لا تقول لويس ترفقته يعني رح يعمل طريق تاني. اوكي عمل طريقتي ومع السلامة معك اللي بيقلدني يزول داي زي ما انتو شايفين طبعا دسة بس بعد ما مات والاحمر مع السلامة مات من خطي وحتى اصلا اقول عاد انا اشياء صغيرة انا ما بعد صغيرة اكثر ايش متعود عليها. ايش قلت ايش قلت استنى اوتشو شفت شو سويت بدون معروف وحيوت اللي خطر بعمل جنب ويلكا مرة ايش رح نلعب رح نلعب جيم مجنن. ايش هو يعني جيم بطول ايش هو انا كيف احكي لكم ستيج تو ديث ماتش رح يطول كتير رح يقعد. هذيك المرة لعبت فيه 5 دقايق خلينا نكمل تن 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 ضايل ايرتين لو قعدت فيها لمدة 5 ساعات بستخدمها عادي لو كنت محترف فيها عشان خفت وطا. ايش هذا الجلتش؟ بسم الله
اخلص. بسم الله غبي فتح لي طريق. حاسه عن جد اني راح اطول. لحظة عن جد بس بعد بروح بروي ارجع لها. خلاص هاي الكلمة. يرجع لبنوت. مستعدين؟ اوكي جنب. ليتس جو! يا الله متى. طبعا يا جماعة وقفت الفيديو. قصة الجيم. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. اضغطوا لايك واشتركوا بالقناة. وفعلوا جرس الاشعارات. ان شاء الله بكرة نشوفكم. فيديو ثاني من لايت بايك. بكرة ان شاء الله نلعب امونج اس ماينكرافت معاه. فمع السلامة.